سؤال وجيه، وجب علينا يعني باش نوضحوا الامور، ولازم المتتبع واللي يطرح الاسئله لازم يعرف هذه كاس السوبر يعني تعني الفريق الفائز بالبطوله والفريق الفائز بالكاس الجمهوريه او كاس الرابطه. نظن التواريخ ليس من صلاحيات الرابطه ان تحددها، لان هذا المواعيد تحدد من طرف السلطات العليا، هي التي يعني تكون حاضره في اللقاء هذا. احنا اقترحنا موعدين، وهذا الموعدين يعني ما يعني لظروف ما تراها يعني تراها السلطات العليا ماهيش يعني ملائمة. احنا ننتظر يعني دائما اون بروبوز دي دات ونستناو لا كونفيرماسيون من السلطات العليا. هذا ماشي خاص بالرابطه المحترفه، يا ايها المتتبع يا ايها الناقد، الرابطه ماشي هي اللي تدير لا دات. احنا واجدين، عندنا كل شيء موجود، خاصنا يقولوا لنا ديروها الاسبوع المقبل راه شريتي كتاب ودخل تفرج يعني الكاس السوبر. ماهيش مشكلتنا احنا، المشكله تاع السلطات العليا للبلاد، وحنا ما نكتبوش لا رئيس الجمهوريه ولا الوزير الاول، حنا نكتبوا الفيدراليه، الفيدراليه تكتب الوزاره، الوزاره تكتب يعني هذا يعني تدرج المسؤوليات. وهذا يعني الشيء اللي خاص بنا احنا باش الناس تفهم باللي كاس السوبر ما عندنا حتى علاقه في التاريخ. احنا نقترح المكتب الفيدرالي، المكتب الفيدرالي السابق او يبعث، لو كان ماشي مشكلتنا احنا، لماذا يحملون ما لا طاقة. زير تيوب، اول قناة الكترونية في الجزائر.